بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم في درس جديد. طبعا هذا درس إعادة، لأن التسجيل القديم رفض بسبب أنه فيه حقوق للطبع. اليوم راح نحاول أن نجاوب على أسئلة المفردات اللي هي قسم يسموها الإسقاطات. الطريقة اللي راح نتبعها هي التالي: حل المفردات، سؤال المفردات بدون معرفة المعنى عن طريق الملاحظة وتقريب المعنى وربط الكلمات الإنجليزية بكلمات عربية أو صورة معينة تقريبية. المفردات طبعا هو يجي دائما السؤال الثالث، يحتوي على أي وبي. نقرأ هاي المفردات، نكبر الصورة شوي حتى تكون شوي أوضح. تكون vacancy فرصة عمل، pollution تلوث، unattended متروك بدون رقيب، pick pocket نشال، spread sheet جداول. نبدأ بأي: without someone looking at it. لاحظ شنو موجود بهاي الجملة. موجود عندك خمس حروف O، خمس حروف O، لاحظهن. without someone looking at it، هاي صارت عندك خمس حروف O. تقرنها مع كلمة unattended، الإجابة هي unattended. شنو معنى without someone looking at it؟ بدون شخص ينظر إليها، بدون أن يراقبها. without someone looking at it، خمس حروف O مثل ما تلاحظ. خلينا نكبر شوية بالصورة مرة ثانية. إن شاء الله سأوضح. صارت لاحظ without someone looking at it أربع حروف، تقرنها مع كلمة unattended، UNATTENDED. شنو بيها كلمة unattended؟ في الوسط راح تلاحظ وجود كلمة ten، TEN TEN، لاحظ شوف هذه ten عشرة، تقرنها مع كلمة one، تقدرها في كلمة someone واحد إلى عشرة، أو تحفظ خمس حروف O مع كلمة ten. أما شوف تحفظ حروف الO، خمس حروف O، أو تجي إلى كلمة one، شوف هذه one هسه مظللة مع كلمة ten، تذكرك without someone تقول كلمة ten and then unattended. وهي الطريقة تحفظها حتى بدون معنى. without someone لو كانت بدون شخص ينظر إليها يعني متروك. B a computer program that is useful if you are working with numbers. برنامج كمبيوتر آلة حاسبة مفيد لك إذا كنت تستخدم الأرقام. إذا كنت تستخدم الأرقام numbers أرقام. هاي الكلمات نختار بعدها شنو؟ spreadsheet. طبعا ترقيم خطأ مثل خمسة، رقم خمسة هي spreadsheet. شلون أعرفها؟ شلون تقرنها؟ لاحظ كلمة كمبيوتر يعني حاسبة، بروجرام برنامج. أما تربط كلمة كمبيوتر بروجرام وذ الإجابة spreadsheet، أو إذا تلاحظ هسه بس خل أعدل هذه الطباعة، نجيب كلمة numbers بالفراغ، مو فراغ هي أساسا، هذه الإجابة spreadsheet هي الإجابة.
A computer program that is useful if you are working with numbers. الإجابة هي sheets. SHEETS. شلون راح نقرنها لاحظ. أما تقرنها بكلمة computer program وهي كلمة spreadsheets. أو عندك بهاي العبارة راح تلقى أربع حروف يو. كلمة computer بها حرف يو. وكلمة useful بها يو وكلمة يو وكلمة numbers يصار عندك أربع حروف يو تستخدم رياضيات for you مع كلمة spreadsheets وهذا التعريف ثابتة يعني إذا جابنا كلمة spreadsheets لازم هذا تعريفها a computer program that is useful if you are working with numbers ما تتغير نهائيا نأتي إلى the company see the company الشركة has a space يوجد فيها فرصة شاغرة for new employees شنو بيها هذه تتبع any والإجابة هي vacancy vacancy V-A-C-A-N-C-Y فرصة شاغرة كلمة vacancy تنتبع حرف A-N-C-Y احنا بحرف السي احنا بحرف السي تبقى any فتحفظ company تنتهي بألي و vacancy تنتهي بألي ما عدا حرف السي إذن هذه هي القرينة للحفظ ما ألقى يجوز صعب عليك تحفظ كلمة employee بها حرف Y مع كلمة vacancy بعد التفكير كذا شوف سهلة ولكن هذه كلمة company تنتهي بألي تحفظها ويا نعم هذه الواي وتنتهي بواي هذه بس جزء يعني اكو كلمات واي بها واي وكلمة احتمالات غير vacancy بها واي ولكن تحفظ كلمة company وهي vacancy اذا غيروا كلمة company احتمال تتغير تحفظ كلمة employee ثابتة تعتبر D a person who steals money from your pocket هذه سهلة كلمة pocket أكيدا لازم تجيك ف pick pocket الإجابة متشابه يعني هذا إذا أجت هاي بالسهلين وياكم شوف كلمة pocket بالجملة إذن الإجابة هي كلمة pick pocket نشال pick pocket E the process عملية of damaging the air تحطيم الهواء أو تدمير الهواء والووتر والماء أورداند الأرض without chemicals بدون مواد كيميائية هي pollution شو راح تربطها هذه تحفظ كلمة أور لأن هذه العبارة ثابتة وهي الوحيدة بها تعداد وبها كلمة أور تحفظها وهي كلمة pollution تحفظ كلمة أور وهي كلمة pollution وبيها تعداد طبعا هذا السؤال الثالث يجي أي وبي نأتي إلى هذه الكلمات B qualification هاي تبدأ بها الفراغات qualification هذه من أسئلة الأسئلة الكاملة الأسئلة الوزارية من سنة 2014 إلى 2019 بكل الأدوار الأول والثاني والتمهيدي هذه فبراير 2014 الدور التمهيدي داخل العراق طبعا نجيك السؤال الثالث لاحظ اي vacancy الكلمات توصلها وعندك هساتي من ابي الفراغات qualification مؤهل وهي اسم librarian يعني مكتبة courses دورات تدريبية او دورات تدريسية valid صالح او نافذ hurts يؤلم وسنيز يعطس هرس طبعا فعل وسنيز فعل مباشرة منشوف كلمة my back رقم واحد my back دائما طبعا سنرجع لها الكلمات qualification طبعا qualification اسم شو عرفنا اسم من حروف T-I-O-N العموم نرجع إلى كلمة my back
ماي باك من تشوفها لاحظ ماي باك الإجابة مالتها هيرتس وياها تبقى تلقى في الجملة كلمة أوكي وتلقى عبارة لاينج داون أو داي داون لاينج داون هي ثابتة داي داون أو أوكي وماي باك وياها هيرتس. اثنين I'm afraid أخشى your card كارد بطاقة مصرفية بطاقة مثل بطاقة الكي كارد I'm afraid your card أن بطاقتك is no longer لم تعد صالحة valid غير حرف ال V إلى W صير والد أو وليد بكيفك والد أو وليد وهي كلمة كارد وهي كلمة كارد كارد باعتبار تسحب بها فلوس لأب والد يكون مسؤول عن الصرفيات فتتذكر كلمة والد وهي كلمة كارد تقرنها طبعا هاي تتدرب عليها عدة مرات حتى تحفظها يوجد ATM كارد ATM كارد يعني شنو بطاقة مصرفية automated كارد بطاقة الصراف الآلي 3 هذه بسيطة جدا I'd like to train أريد أن أتدرب as a librarian كأمين مكتبة because I love books and libraries أما تحفظ كلمة book أو شوف كلمة library خاف ما يجيبوها عندك books library إذا أجت مباشرة الإجابة هي librarian نشوف الحروف L I B R A R I S اختلاف بس A N وهنا E S إذن library library ما بها أي صعوبة تحفظها library library 4. You have to pay your course fees in advance. يجب أن تدفع أقساط الدراسة مقدما. إذا كانت مدرسة رصينة أو جامعة رصينة تأخذ الفلوس مقدم باعتبار أن العلم اللي راح تعطيك إياه أو الشهادة تمنحك إياه هي شهادة رصينة فتطلب الفلوس مقدما. Course fees أجور الدراسة. هسه حتعامل كلمة فيز احذف بعد حرف الاس تبقى حرف الجر في انا ادرس في جامعة ويردون عندي الاقساط اذا pay course fees او اللي يروح يدرس في جامعة خارج العراق مطلوب عندك course فيزا فيزا يعني فيزا دراسية بكيفك اما في او فيزا بعد بكيفك شوف شنو الاقرب اليك للحفظ وتحفظ وياها كلمة pay you have to pay your course fees in advance. 5. When I left school, I had a few qualifications بالفراغ qualification مكتوب باللون الأحمر. But I got a good job. Good job يعني عمل جيد وظيفة جيدة. الوظيفة الجيدة شو تحصل عليها إذا عندك مؤهل قوي. مثلاً إذا عندك دبلوم تحصل على وظيفة. بكالوريوس وظيفة أفضل. ماجستير وظيفة أحسن. دكتوراه بعد وظيفة جيدة جدا فكواليفيكيشن هو المؤهل تحفظها وهي كلمة good job وكلمة qualification تقسمها إلى مقاطع حتى تحفظها good job وهي qualification لاحظ ما تحفظ الجملة كلها تقدر تحفظ كلمتين بعدها توصلك الإجابة أحيانا يأتي السؤال على قائمتين ليست A وليست B هذا الأسئلة جاية بها المفردات ثلاثة فروع A و B و C ليست A توصلها مع الكلمات في ليست B وهذه تمارين لا تتغير ثابتة yearly سنويا to no avail بدون طائل بدون أن يحقق نجاح to no avail a time limit وقت محدد أو موعد محدد surprised متفاجئ أو مندهش و dropping يسكب dropping يسكب مباشرة عندك كلمتين من هذه مباشرة توصيلها سهل لاحظ surprised بش تنتهي بحرف ايدي وين توصلها وهي كلمة puzzled تنتهي بإيدي صفة بصفة اسم مفعول
دروبينج تنتهي باي ان جي توصلها ويا سبيلينج، هاي حصلت لك درجتين اي ان جي. طيب سربرايز قلنا بازل، دروبينج نجي الى ييرلي. ييرلي هم صفه وهم ظرف حال تنتهي ب ال واي. اذا يا هو وين عندك صفه هنا؟ صفه وحيده هنا عندك انيوال تنتهي باي ال صفه، توصلها سنويا توصلها الى انيوال ال واي، وهذه عندك الوحيده اي بها اي ال ماكو غيرها يعني. شوف هاي تنتهي انيوال ييرلي اي ويا انيوال. نجي الى تايم ليميت، نرجع تايم ليميت بعدين. شوف اي انيوال اي ال صفه ويرلي صفه، ترى هنا مو ظرف حال بالرغم منها تنتهي بحرف ال واي تنتهي. To no avail. نأتي إلى to no avail. لاحظ to to no avail. نرجع على time limit. تايم ليمت وي ديد لاين. نرجع على تو نو افيل. تو نو افيل نو معناها وذاوت، لا يوجد. نو وذاوت، نو وذاوت تحفظها. وعندك تايم ليمت وي ديد لاين. الان ناتي الى تمارين الدور الاول جون 2014، هذا الدور الاول يعني حزيران الشهر السادس 2014 داخل العراق. لاحظ ايضا يجي فوكابولاري تبين اي رينيوبل انرجيز تور جايد بيلز بودي لانجويج ايضا اي و بي. نقل الكلمات رينيوبل، لاحظ هاي تنتهي بمقطع اي بي ال اي صفه. انرجيز تنتهي باس يعني اسم. تور جايد مرشد سياحي. فيلز تنتهي باس يعني اسم حبوب. بادي لانجويج كلمتين اذا اسم. وتيك اب يتبنى فعل. نمبر 1 يو هاف تو تيك 2، شوف رقم 2 2 اوف ذيز 3 تايمز، 3 تايمز ايضا ثلاثة اوقات مباشرة. تشوف 2 و 3 تايمز يعني عدد مع كلمة 3 تايمز هي الاجابة بيلز بي اي دبل ال اس حبوب، حبوب الدواء تتناول حبوب الدواء. اذا رقم وكلمة تايمز اذا وهي بيلز. 2 ويند از ا فراغ سورس اوف انرجي، الرياح هي مصدر للطاقة. الإجابة هي مالتها رينيوبل. شوف كلمة انرجي اي ان اي ار، وكلمة رينيوبل تبدي ار اي ان اي. راح نغير حرف الار، شوف التشابه، راح نغير حرف الار بكلمة انرجي نبدي بداية نسميه نسويها رينو، نقلبها الى رينو سيارة رينو قريبة على رينيوبل تتذكرها. انر اقلب الار تصير رينو اذا تعرف رينيوبل متجدد، هاي لا معنى ولا محزن راسا تعرف الاجابه تقرنها بهكذا الشيء بهذا الشكل. اذا الاجابه هي رينيوبل. ثلاثه بسيطه جدا، شوف كلمه سموكرز، سموكرز او سموكينج، وكلمه هابت. موست سموكرز يبداون التدخين عند وهم مراهقون. هاي كلمة تيك اب عندك ثلاث كلمات تلقاها ويا سموكرز، تيك اب او جيف اب يتخلى عن التدخين او يقلع عن التدخين، وكلمة سموك